مثلا عندنا احد الباكيجز اللي موجوده، هلا لاحظوا الاوب امب نفسه عملنا احنا في باكيجينج لترانزسترز وريزسترز عدد هائل، وبعدين رسمناه كمثلث في داخله موجوده كل الفانكشن اللي بدي اياها. هلا هون راح نرد ناخذ كمان اربع اوب امبس مع ريزسترز ونحطهم نكون منهم انسترومنتيشن امبليفاير. ليش بعمل هيك؟ لانه في خصائص معينه الكاركترستكس تبعت الانسترومنتيشن امبليفاير بعطيني اشياء ما بقدر اخذها من الستاندرد اوب امب. اول شيء عندي هاي انبوت امبيدنس، مش دائما بقدر اجيب حسب الكونفيجريشن، بقدرش دائما اجيب هاي انبوت امبيدنس. ليش بنحب الهاي انبوت امبيدنس؟ عشان ما اعمل لودنج على الستيج اللي قبلها. دائما بفضل يكون عندي الاوب امب ما يعمل لودنج على الستيج اللي قبلها. يعني الايديال امبليفاير بدي اطلع هون على الامبيدنس تبعته ايش الاقيها؟ انفينيتي، بحيث انها تنسخ الفولتج اللي موجود هون بس ما تعمل لودنج على السيركت اللي موجوده خلفه. اذا هاي احد الاشياء رح تتحقق معي في الانسترومنتيشن امبليفاير، رح يكون عندي هاي انبوت امبيدنس، فيري هاي انبوت امبيدنس. الشيء الثاني بدنا هاي كومون مود ريجكشن ريشيو، كومون مود ريجكشن ريشيو اللي بنرمز لها بالرمز سي ام ام ار، كومون مود ريجكشن ريشيو. اي امبليفاير حتى لو اذا ما كان الا اذا كان ايديال في له ديفرنشال جين وفي له كومون مود جين. رح نرمز للديفرنشال جين ب اي دي. اي دي مضروب في في 1 ماينس في 2، نفترض هدول هم الانبوتس بيعطيني في اوت، وبعدين عندي اي كومون مود مضروب ب في 1 بلس في 2 على 2 بيعطيني في اوت. قديش بدي اي دي يكون في الاوب امب اول ما بجيبه، اول ما بشتريه هو اوبن لوب، ايش بدي اي دي تكون؟ عالية جدا. وقديش بدي اي سي ام؟ قليلة جدا. هاي مرت عليكم مضبوط؟ اخذتوهم؟ كان موجود في الكتاب بس ما تمام، اوكي اذا خليني اشرحهم. عندي اي اوبريشن امبليفاير، خلينا نشرح شو يعني كومن مود جين وشو يعني ديفرنشال جين. لو انا عندي هاي امبليفاير وخليني اسمي هاي في 2 واسمي هاي في 1. هذا الامبليفاير المفروض ايش يضخم لي؟ الفرق بين في 1 وفي 2. الفرق بين في 1 وفي 2، فبدي في 1 ماينس في 2 حتى لو كان صغير جدا بدي اضخمه واطلعه على الاوتبوت، بدي هاي القيمه تكون عاليه جدا. هذا الجين شو بنسميه؟ ديفرنشال مود جين. فبدي اضرب الفرق ما بين اثنين اضربهم في رقم عالي جدا يطلع عندي اوتبوت. طيب لو كان عندي كومن مود جين، يعني تخيل لو اجى نويز هون والنويز هذا لما يجي على التنين هذا مش بيكون مشترك؟ هل راح يميز النويز بين هذا الانبوت وهذا الانبوت؟ ونفترض انه هذا النويز كان 0.2 اوف ا فولت، فزادت هاي السيجنال صارت في 2 بلس 0.2 وهاي في 1 بلس 0.2. انت بتتخيل لو هذا الامبليفاير جيد ايش راح تاثر ال 0.2 هاي الزياده؟ قديش الفرق بين في 1 وفي 2 تغير؟ لا بس رغم ذلك حتى الامبليفاير الحقيقي فيه شويه تضخيم راح يضخم، لانه الافرج للسيجنالز هذول الاثنين مش زاد بمقدار 0.2. لاحظ هذول صاروا V1 بلس 0.2 ماينس V2 بلس 0.2 على 2 مضبوط؟ مش هذا الافرج تبعهم؟ شو الافرج يعني تبعهم صار؟ V1 ماينس V2 ضل نفسه، لكن صار عندي 0.2 هاي ارتفعت 0.2 بلس 0.2 او 0.2 ماينس 0.2 على 2 هيك احنا مضبوط؟ المفروض انه لو عندي هذا انه يختفي، بس هو ما بيختفي، بصير عندي الـ 0.2 بيرتفع وبيطلع. بس هذا الجين شو بنسميه؟ يعني الجين اللي بضخم الكومن مود، الإشارة المشتركة ما بين اثنين شو بنسميه؟ اي كومن مود. قديش بدي الـ اي كومن مود يكون؟ قليل جدا، لكن لو أنت فتحت الداتا شيت ما راح تلاقي هذا زيرو. في شوية يعني حتى لو كان مثلا 0.0001 في تضخيم، ما بقدر أصمم أمبليفاير ما يكونش فيه له كومن مود جين، حتى لو كان صغير. فإحنا بنحاول إنه اي كومن مود يكون زيرو و A differential mode يكون عالي جدا infinity، وبعدين احنا بننزله بالانفينيتي باستعمال الفيدباك. ايش الفيدباك اللي استعملناه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. اوكي، كل امبليفاير اذا اطلعت عليه بكون احسن اذا كانت AD على ACM عالي جدا، انها تكون كبيره جدا، بس هي ما بتكون كبيره جدا، بتكون رقم كبير. يعني مثلا AD على CM بتكون مثلا 1 للقوة
9 10 القوة 9 وباخده باللوك، باخذ 20 لوك حتى اعبر عنه الكومون مود ريجكشن ريشيو. اذا ايش هي السي ام ام ار؟ اذا بدنا نحطها بكلماتنا، بكلمات بسيطه، هي نسبه الديفرنشال جين الى الكومون مود جين، وبدي اياها تكون عاليه جدا. بدي الديفرنشال جين يكون اعلى بكبير جدا، بكثير جدا من الكومون مود جين. الاوب امز اللي شفناها لحد الان هذا الرقم مش عالي، مش يعني مش عالي كفايه. اذا بدي ارفع هذا الرقم شو بدي استعمل؟ الاستريميشن فلو بعطيني هاي كومن مود ريجكشن ريشيو. قديش صار؟ النقطة الثالثة ability to amplify weak signals mixed with noise. إذا عندي سيجنال ضعيفة وداخل فيها نويز بدي كمان يعمل لها امبليفيكيشن، وهذا بتشوفوه لما نيجي على الثيرموكابلز. لو عندي ثيرموكابل قديش الفولتج اللي بيطلع من الثيرموكابل؟ انا عارف بالملي فولت. هذا مشكلته، مش بس ملي فولت وكمان جاي عليه نويز. يعني عندي هون راح يكون في سيجنال كثيره داخله عليه. هلا لانه هاي له هاي كومن مود ريجكشن ريشيو، النويز ايش بصير؟ كانه كومن مود، والديفرنس ما بين التو سيجنالز شو بصير؟ differential mode، فبضخم لي السيجنال وبحاول يتخلص من النويز اللي موجودة فيها. يعني هاي النقطة تقريبا إلى حد ما مرتبطة بالنقطة 2. آخر نقطة اللي هي نقطة مهمة حكينا عنها المرة الماضية اللي هي consistent bandwidth 4 ايش الباندويث؟ حكينا المره الماضيه عن الباندويث. ايش الباندويث لسنسر او امبليفاير؟ اذا هي المسافه او الفريكونسيز، رينج الفريكونسيز اللي بيقدر يعطيني فيه جين ثابت. يعني اذا رجعنا اطلعنا على الفريكونسي ريسبونس لامبليفاير، اي سنسر وامبليفاير ما له انفينيت باندويث، في عند نقطه معينه راح يبدا يعمل دروبينج الجين. الجين هون قديش لازم يكون؟ واحد او ايش بالدي بي؟ زيرو دي بي. فانا بحاول انه يكون عندي هون هذا الجين زيرو دي بي، وببدا اعمل دروبينج هون. هذا بدي اياه رينج يكون اوسع ما يمكن لرينج عالي من الجين. اذا نلخص الاربع اشياء اللي بدنا اياها من هذا الانسترومنتيشن امبليفاير، انه يكون له هاي انبوت امبيدنس، وطبعا لو اوتبوت امبيدنس لانه هذا كمان بيعمل مشكله في الستيج اللي بعدها. بدنا هاي كومن مود ريجكشن ريشيو، يعني بدنا نشوف انه اي دي له اعلى بكثير من الكومن مود ريجكشن ريشيو، بحيث لما بقسم الرقمين هذول على بعض وباخذ اللوب بيطلع معي رقم عالي. ابيليتي اني اخذ امبليفيكيشن لويك سيجنالز فيها نويز، وبعدين بدي الباندويث يكون كونسيستنت، ما بدي اتعامل مع فريكونسيز معينه بشكل مختلف عن فريكونسيز ثانيه، وبدي يكون له باندويث عالي من هون او واسع بحيث انه يقدر يتعامل مع الفريكونسيز كلها ويمررها بدون ما يعملها ديستورشن. دكتور بس ممكن نوضع اوفر لارج رينج جينز ولا اوفر لارج رينج اوف هو فريكونسيز وجينز، يعني كمان هي فكره الجينز. هذا تليفوني، خلينا نوقف شوي.